رجعناكم فيديو جديد من فرقة 3 سوبر ستارز. احنا ما هنقدر نغير اسم القناة من ندري 3 سوبر ستارز، سو احنا بس عملنا لقب لحالنا. بس انا فاطمة، وانا دانا، وانا لانا، مريم. طلع لنا ضيفة ما شاء الله، ضيفة شرف حلوة. ويلا نبدأ. احنا عرفكم على القميت. اوكي، خلينا نقدم لكم الغرف والبابيات ومين بيمشوها. هاي هنا الطابق الاول في المطبخ والاكل والحاجات دي، والحمام. خلينا نطلع على الدرج. هاي الصالون، هذا الطابق الثاني في الصالون، وهون بتنام كاترينا اللي بتمشيها لنا، وبتنام هنا تشيلسي اللي بتمشيها انا. وهنا يلا نطلع على الدرج. وهنا في حيوانات. الطابق الثالث دي حاجات المدرسة والشنط وكذا، ودي يعني تسريحة عادي. هنا هذا سرير ستايسي اللي فاطمة بتمشيها، و سكيبر اللي أنا بتمشيها، باربي دانا بتمشيها. وهنا في البلكونة، وهنا البلكونة دي ترابيزات وكرسي وكروم وعادي يعني. هنا منبه تن 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 تن. اسكت أيها المنبه، إن الساعة 6 صباحا. أوه، شيء غريب إن السرير مرتب وأنا كنت نائمة. أريد الذهاب إلى الحمام. لا أعلم لماذا سأذهب إلى الحمام، أنا لا أريد أبدا. سأخذهما وسأقول لهم إن الساعة 12، فهم كسلاء يستيقظون الساعة 12، إن الساعة 6، لكن سأقول لهم إنها الساعة 12. أيها الكسولة سكيبر، هيا استيقظي، إن الساعة 12:30. ماذا؟ وبحسب، ليس فقط 12:30، بل 12. حسناً، سوف أذهب إلى الحمام. سوف أستحم. باربي أيها الكسولة، هيا استيقظي، إن الساعة 12. ماذا؟ 12؟ نعم أيها الكسولة. إياك أن كنت تكذبين. سأذهب للدور الثاني. لقد انتهيت من الاستحمام، سوف أذهب إلى غرفة الضيوف. صباح الخير يا سكيبر. صباح النور. أيها الكسولة كاترينا، مرحبا بك في الصالة، هيا استيقظي، إن الساعة 12. 12، حسنا، شكرا لأنك أيقظتيني. حسنا، هل يوجد أحد في الحمام؟ إنها باربي. حسناً، سوف أذهب إلى الحمام. وأخيراً سأوقظ تشيلسي في هذا المقلب الجميل. صباح الخير. صباح النور. أخيراً سأوقظ تشيلسي. أيها الصغيرة تشيلسي، هيا استيقظي، إن الساعة 12:30. نعم أيها الكسولة، أصمتي. هلا كلكم استكشف. هلا يلا. حسنا، سوف أرى الساعة لأن لدي سوف أذهب مع صديقاتي. الساعة 7. باربي، ستايسي لقد كذبت علينا. ستايسي، لأنكم كسلاء فأريد أن تستيقظوا الساعة 6. لقد أفطرت قبلكم، والآن الساعة 7، هيا أفطروا، إن الساعة 7 يا أيها الكسلاء. ستايسي، ماذا فعلت؟ أنا نشيتة. وأنا صدقتك. يا إلهي، ماذا سوف أفعل؟ لماذا أنقذتيني؟ لأنكم كسلاء. أعتقدت أن الساعة 12. أعمل لكم. حسناً. لماذا يسكن الحمام إلى لقائك؟ لقد هربت منا. لا أستطيع الرجوع وأنام.
باربي لا تزيفك. حسنا باربي لدي فكرة. ماذا؟ سوف نفعل بها مقلب ولكنه ليس يعني ثقيلا مثل ما هي، ولكن سيكون خفيفا قليل. لقد أتت، اجلسي باربي. أنا في المطبخ. ماذا تفعلي؟ ماذا تفعلين؟ كاترينا. ماذا؟ أريد الشاي. حسنا أنت اذهبي واستحمي وأنا سوف أجهزه لك. حسنا. إياكم أن تكذبوا علي أو تكونوا نائمين حتى الآن، وتضعوا في بدال السكري ملح. ماذا؟ لم أرى هذه الخدعة من قبل. بالطبع لن أفعلها بك، إنك أختي الحبيبة. هل تصدقين إنك أيضا أختي الحبيبة؟ شكرا لك. هيا باربي فلنكمل. حسنا سوف نفعل مثل قالت. حسنا هيا باربي اذهبي. انا لا اعرف ان افعل الشاي، اذهبي انت. حسنا. هلا سوف اذهب واساعد باربي، لابد انها تحتاج المساعدة. واخيرا قد جهز الشاي. باربي هل تريدين المساعدة؟ لا لقد انتهى الشاي. حسنا ضعيها لي بالطاولة هنا في الصالة. سكيبر. ماذا؟ هل أضع لها السكر الملح؟ نعم. حسنا. هل وضعتيها يا باربي؟ نعم أخذها للصالة. وأخيرا سوف نقلبها. نعم. ياه عقابا لها.